فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة هل يتابعه المأموم أو يجلس؟ إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب عليه أن يرجع متى علم أن هذه زائدة، حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع، لا يجوز الاستمرار في الزائد إطلاقا. وقد فهم بعض الناس أنك إذا قمت إلى الركعة الزائدة فإنك لا ترجع، ظنوا أن ذلك مثل ترك التشهد الأول. التشهد الأول إذا قمت عنه ناسيا استمر لا ترجع إليه، لكن الزيادة إذا قمت إليها ناسيا وجب عليك أن ترجع متى ذكرت. فإذا كان إماما وجب على المؤمنين أن ينبهوه بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، يقول سبحان الله، فإن رجع فهذا المطلوب، وإن لم يرجع وجب على المأموم أن يجلس متى تيقن أنه زائد، ثم ينتظر حتى يصل الإمام ويسلم عليه. قد يقول قائل كيف أنتظره وأنا أعتقد أن صلاته باطلة لأنه زاد؟ نقول اعتقادك أن صلاته باطلة غير صحيح، لأن الإمام أحيانا ينسى قراءة الفاتحة في بعض الركعات ثم يأتي بالركعة هذه تكميلا لصلاته، فما دام هذا الاحتمال واردا فإن نقول اجلس التشهد واقرأ التشهد مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يصل الإمام ثم تسلم معه.